استمرار أعمال العنف في سوريا والمعارضون يسيطرون على الميادين قرب الحدود مع العراق، أما على الحدود التركية فموسكو تحذر أنقرة من نشر صواريخ باتريوت وفرنسا تؤيد ذلك. الله أكبر. اتفاق التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين رحبت به دول العالم فيما عجزت عن إرساء اتفاق بالحد الأدنى في سوريا لوقف شلال الدماء، وذلك بعد تخطي حصيلة قتل الاشتباكات 40,000 خلال 20 شهرا من النزاع. وعلى وقع تواصل العمليات العسكرية والغارات الجوية على المدن السورية الثائرة، يواصل مقاتلو المعارضة عملياتهم والسول على مدينة الميادين الاستراتيجية في محافظة دير الزور ليسيطروا بذلك على جزء مهم على الحدود مع العراق وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي ريف دمشق تعرضت كذلك بلدات للقصف، أما في العاصمة فتجدد القصف على أحياء جنوبية. من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن 4 ناشطات سوريات بعد ارتدائهن الزي التقليدي الأبيض للعروس ورفعهن اللافتات المنددة بالعمليات العسكرية التي يشنها النظام على المدنيين مطالبنا بإيقافها فورا. ونظمت الناشطات 4 هذا الاعتصام السلمي في سوق مدحت باشا الأثري في العاصمة دمشق. من جهة أخرى شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من العاصمة الباكستانية على أن صواريخ الباتريوت المزمع نشرها في تركيا على الحدود مع سوريا هدفها حماية الأراضي التركية من أي هجمات خارجية محتملة. في المقابل نصحت الخارجية الروسية تركيا بعدم نشر الصواريخ على حدودها مع سوريا.